هذا السؤال الخطير، كيف نعيد الأمة من جديد إلى مكانتها؟ هذا هو الذي ينبغي أن نطرحه وأن نركز على الجواب عليه قولا وتأصيلا وعملا وتطبيقا، وذلك في نقاط سريعة لأن الوقت قد مضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول في نقاط سريعة محددة: أولا، إسقاط لافتات الضرار والبراءة التامة من كل معبود سوى العزيز الغفار. ده كلام كبير وكلام خطير، ووالله العظيم والله العظيم هذه الفقرة، بل كل فقرة أضعها الآن على طريق إعادة الأمة إلى مكانتها وريادتها وسيادتها، والله العظيم تحتاج إلى حلقة كاملة، تحتاج إلى حلقة كاملة. ولذلك كنت قد أعددت العدة في رمضان هذا إلى أن يكون برنامجنا بعنوان نهضة أمة، لنعيش مع الأمة بأمراضها ونضع لهذه الأمراض الأدوية. وإن كنت قد فصلت قبل ذلك في برنامج مستقل بعنوان أمراض الأمة، كنت أود أن أعيده بصيغة أخرى وبطريقة أخرى. لكن على أي حال أقول الخطوة العملية الأولى، وأنا معكم أيها المفكرون وأيها الأدباء وأيها الشباب، يا من تحترق قلوبكم لواقع الأمة، أقول الخطوة العملية الأولى هي إسقاط لافتات الضرار. إسقاط لافتات الضرار، وما أكثر مساجد الضرار، وما أكثر صحف الضرار، وما أكثر فضائيات الضرار، وما أكثر مواقع الضرار، وما أكثر أماكن الضرار ورايات الضرار. لا بد من إسقاط لافتات الضرار والبراءة التامة من كل معبود سوى العزيز الغفار. هذه أنا أقول قبل أن أؤصل للتوحيد وللإيمان والعقيدة، لا بد من إسقاط لافتات الضرار في الأمة، لا بد من البراءة التامة، لأن الله قدم هذا على الإيمان. إهدى بتقول إيه؟ بقول لأن الله قدم هذا على الإيمان، قال جل جلاله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لابد من إسقاط لافتات الضرار في القلوب، وما أكثر لافتات الضرار. لابد من البراءة من الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت والمناهج والهوى والأموال والأيديولوجيات والنظم والأشخاص إلى غير ذلك من تلك الآلهة التي تعبد الآن في الأرض من دون الله جل وعلا، تلك الآلهة التي تقدر وتقدس. لابد من إسقاط هذه الآلهة في القلوب والعقول. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، ما علم وما قلم، بس قلم نجس، قلم نجس لا يعرف ربا ولا يعرف دينا ولا يعرف آخرة. وأضله الله على علم، يبقى لابد من إسقاط هذه اللافتات، من البراءة من هذه الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت، وإفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبودية والعبادة. ولذلك قبل ما نتكلم عن تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة وإعداد جيل يحاكي جيل الصحابة ورفع راية الجهاد في سبيل الله وإعداد جيل منهجي وإعداد جيل يتربى على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والإعداد بكل ما تحمله الكلمة من قوة، إعداد تربوي وإيماني وتعبدي وتشريعي وأخلاقي وسلوكي واقتصادي وإعلامي وتعليمي وعسكري وتربوي، كل هذا المنهج الذي ذكرت، وكل فقرة تحتاج منه إلى تأصيل وتفصيل، أقول لا يمكن أبدا أبدا أن أتكلم عنه قبل أن أخلي القلوب من هذه الأصنام المعاصرة الحديثة التي تعبد الآن في الأرض من دون الله جل وعلا. نعم، لا بد من التخلية قبل التحلية. الله على كلام علمائنا الربانيين يقول لا بد من التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت بتخلية، وبعدين ويؤمن بالله بتحلية. لا يمكن أبدا أن تأتي التحلية إلا بعد التخلية. كيف تدخل الإيمان بالله في قلب مملوء بغير الله؟ مملوء بغير الله، لابد أن تخلي القلب كله
ليكون القلب كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يأتي بعد ذلك المنهج الذي ذكرت: تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق، إعداد جيل يحاكي جيل الصحابة يتربى على القرآن والسنة وعلى العلوم المعاصرة الحديثة التي تتوافق مع واقعنا ومع حاجات أسواقنا ومجتمعاتنا. لا نريد أن نقلد الغرب تقليدا أعمى. قد نأتي بمنهج دراسي موضوع لأولاد في الغرب، ونأتي بنفس المنهج لنفس أولادنا في ذات السن في بيئة مختلفة وزمان مختلف وواقع مختلف، ونريد أن نملي على أولادنا هذا المنهج. لا يصلح، لا يصلح. هؤلاء لا تختلف عقولهم وتختلف بيئتهم وتختلف طاقتهم وإمكانياتهم. لابد من مراعاة الزمن، ولابد من مراعاة البيئة، ولابد من مراعاة إمكانيات وطاقات أولادنا في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة. وبعد ذلك نقول تصبح الأمة بعد كل هذا مهياة لتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بعد أن جاهدت أنفسها وهواها وشيطانها لتكون فعلا كلمة الله العليا، لا من أجل هوى ولا من أجل دنيا ولا من أجل مغنم ولا من أجل منصب ولا من أجل مال. نعم، بهذا كله تصبح الأمة أيها الأفاضل مهيئة بموعود الله وموعود الصادق رسول الله لتتبوأ من جديد مكانتها وسيادتها وريادتها. فموعود الله لازال قائما ينتظر الأمة التي تحقق منهج الله ومنهج رسول الله لتجني الثمرة بموعود الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أمتي، أمتي يا حبيبتي، أمتي يا من سكن حبك قلبي، أمتي يا من جرى حبك دما زكيا طاهرا في عروقي، والله ما اشتددت عليك يوما لأجلدك فأنت أشرف وأطهر من هذا، والله ما عنفتك ليلة لأرجمك فأنت أشرف وأطهر من هذا، ولكنها كلمات ابن لك مكلوم مجروح يود ورب الكعبة أن لو استل مع إخوانه الأطهار جرثومة هذا الداء الذي استشرى في جسدك فأنامك طوال هذه السنوات وأرقدك في فراش الراقدين طيلة هذه القرون والسنين. نعم، أود بيد بيضاء نقية مع الأطهار الأخيار في هذه الأزمنة أن نستل جرثومة هذا الداء، وإنني لا على ثقة مطلقة ويقين كامل في وعد الله ووعد الصادق رسول الله، في وعد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي وعد الصادق رسول الله لا يترك الله ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله